بعد تقبيل أيديكم إني أطلب رضاكم وأعرفكم أنه عندما تكاتبوني أنا أرسل المكاتيب على معتقل الأسرى العرب رقم 3 وأعرف زوجتي عن ذلك. سلامي للجميع وكل من بطرفكم. إبراهيم قصيصية. أمي لما سمعت بهذا الإشي دخلوا اليهود مدينة الرملة، بعدين هي خافت علينا. كان في على مسافة قريب من البيت اللي هي ساكنة فيه في دير للرهبات، أخذت أواعي مستلزمات إلنا وأخذتنا. إحنا كنا 3، أنا كان عمري 40 يوم، أختي كان عمرها 1 سنة، وأخوي كان عمره 2. حملتنا وراحت فينا، التجأت لدير الرهبات. بعدين لما سمعوا انه سقطت الرملة بايد اليهود صارت الناس تحمل حالها وتهاجر، خافوا، قالوا بس على جمعة او جمعتين وبرجعوا. Palestine to the world.